الثالث عشر من يوليو من عام 1779، بعث الكونت ماكنمارا قائد قاعدة بحر الهند الفرنسية رسالة إلى وزير البحرية الفرنسي، أوضح فيها مدى تطور العلاقة بين فرنسا وعمان، وذلك في عهد الإمام أحمد بن سعيد الذي أولى أهمية لعلاقة عمان التجارية مع فرنسا، فدخل في علاقات تجارية واسعة مع حاكم جزيرة موريشيوس الفرنسي في عام 1760، وتبادل معه الهدايا، واحتفظ بعلاقات ومصالح تجارية مع وكيل الشركة الفرنسية في بغداد. الثالث عشر من يوليو من عام 2007، حققت موسيقى الجيش السلطاني العماني المركز الأول في المهرجان الدولي لموسيقى القرب والطبول بمدينة نورث بيرك الأسكتلندية، والذي أقيم في الفترة من 13 من يوليو إلى 28 من أغسطس من عام 2007. الثالث عشر من يوليو من عام 2008، تحددت اختصاصات محافظة مسقط واعتمد هيكلها التنظيمي، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم 91/2008. يذكر أن محافظة مسقط أطلق عليها اسم محافظة العاصمة في عهد السلطان سعيد بن تيمور، وتغيرت إلى محافظة مسقط في إبريل عام 1988.